وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباح الخير، رح نحكي فيها عن الرياضة وأهمية ممارستها، وخصوصا بفصل الصيف شو الرياضيات المناسبة. رشا قديش ما بلعب رياضة؟ قديش ما بتلعب رياضة؟ قديش ما بلعب رياضة؟ قديش ما عندي وقت العب رياضة انا اصلا يعني؟ قديش بتشوفي اشخاص بيقولوا بدنا نلعب رياضة؟ قديش بتمنى العب رياضة؟ نحن مثل هدول اللي بيطبقوا النكتة عليهم على الفيس، ايمتى نسجل بالنادي؟ ايمتى نسجل يا نرمي؟ السبت الجاي. السبت الجاي. السبت الجاي، قديش كمان في اشخاص بيحطوا هي الحجج اللي بتحطها رشا وبيقولوا ما في وقت، ما في وقت، في ضغط، قديش في اشخاص ما عندهم هي الهمة يعني نزلت على النادي أو الجيم أو حتى نتمشى بدها إرادة. هلا هي فسحة بس، ولكن يعني بنحب نروح نحن ندردش نشوف رفقاتنا بس ما نلعب رياضة، في قلة مروية بالقصة عن جد. لا، ظروف الحياة صعبة، وإلا هو كتير كتير يعني ضروري بحياتنا. صحيح، ومع أنه ما في طبيب وما في أخصائي تغذية أو أخصائي رياضة غير بينصح بأهمية الرياضة، وخصوصا رح نشوف نتائجها بمراحل متقدمة من العمر. رح نحكي عن أهم الرياضات الصيفية وفوائدها مع الكوتش نسرين العيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير نسرين، صباح الخير. كيفك؟ تمام. يعني صيف وحرارة وعطش و مفاجآت الشتوية، احنا بنتخبى كل الوقت بالجاكيت وتحت الثياب، فبتيجي بنيسان نقول واو من نحن. وين كانوا مخبايين هدول؟ وين كانوا مخبايين صحيح؟ من الأكل طبعا، الشتوية. أكل وقعدة وما في يعني التزام بنظام غذائي معين. هلا هي الرياضة أكيد مهمة كثير ولازم تكون موجودة صيفا أو شتاء، هي يعني ما لها وقت معين للرياض. بس حتى لو فرض أنت ما عندك وقت تمارسي الرياضة بفصل الشتاء، فيك انت تعملي نظام غذائي معين تضلي ماشي عليه لحتى تحافظي على جسمك. يعني فنحن بنلتهي وشتوي وهلا شوي باكل وبعد شوي خلص بلا هلا ما العب رياضه هلا رح نام هلا نحن عملنا ما في هي هي بسمعها كثير. خليني اكل هلا هلا انا وحده منهم احيانا بقول لهم بكره رح بلش، بس احيانا بقطع شوي. هو الاكل طيب بس شوي يعني نظام غذائي طبعا بيمنعك عن مليون قصه من لقدام عند الصحه الزايده اللي كثير بتعاني منها سيدات لحتى ترجع تنزلها. نسرين خلينا هيك نحاول قد ما فينا نعطي نصائح خلال اليوم، ايمت فينا نلعب الرياضه؟ في اشخاص مثلا اول ما يفيقوا قبل حتى فنجان قهوه بيغسلوا وشهم بفرشوا اسنانهم، بعدين فورا ببلشوا بيعملوا كذا تمرين بالبيت يعني هيك بيحركوا حالهم يعني على اساس يعني يمكن شي خمس دقائق بتكون مفيده. هي بتكون هلا هي او فائدتها اذا لها فائده؟ هلا هي مو بس تنشيط للدوره الدمويه فقط، بس اذا بدك تمارس الرياضه صح يعني لازم تكوني فايقه بوقت ابكر، تعمل وجبة الفطور ضرورية كتير قبل التمرين مشان ما يكون عندك نزول بسكر العنب اللي هو موجود بالجسم طبيعي، بس بينزل لو بيكون عندك انت التمرين عالي الشدة، فاللعبة بتحس حالها انه انا دخلت ماني فطرانة. طب انه الفطور كتير مهم قبل التمرين. هلا حلو انها هي تلعب شوي رياضة قبل ما تبلش حياتها طبيعي بقلب النهار، بس تكون بوقت صح. هلا الصبح كتير ممتازة، ليش؟ بتكون معدة فاضية، بيكون السمانك كتير مضغوطة بقلب يومي، عجقة اليوم عجقة اليوم كتير كمان صعبة. طبعا هلا عندي انا مثلا فترة تمرين المسائي بتجيني اللعبة جاي من دوامة تعبانة، يا دوبة عاملة غدا يا دوبة انه مشتغلة شغل بيتها، وبس بتلعب ساعة النادي وتروح. طب هذا كمان كله ضغط علي، يعني حتى هاي الساعة اللي عم تجي تلعبي فيها ما عم تاخذي حقك فيها، يعني ممكن انت بس فرغتي طاقة ما أكثر من هيك. طيب نسرين هلا نحن بفصل الصيف طبعا بلشت الناس بالجيم وبالرياضة، شو أهم شيء نحن اليوم مفروض بالصيف نركز عليه؟ في بيختلف الرياضة بين الصيف والشتاء؟ لا هلا هي ما بتختلف أبدا، هي رياضة الأيروبيك بتمارس بأي وقت صيف شتاء أيمت من كان، يعني ما إلها وقت معين، بس بالصيف أكثر السيدات بتلجأ لها لحتى يعني تنزل الوزن اللي هي كسبته بالشتويه، بس ما اكثر من هيك. فلهيك بتلاقي انه الجيم مليان بالصيف. انا حتى عندي عدد السيدات بيزيد كثير بفصل الصيف انه انا بدي اروح هدول الخواصر والبطن اللي طلعوا لي انا ما كنت شايفتهم ما شفتهم لهلا لحتى لبست الصيفي وبينت فاكثر شيء انه بيمارسوا الايروبيك لانه فيه حرق اكثر، فيه نزول وزن اسرع من باقي الرياضات الثانيه. طيب كمان اذا بدنا نحكي، انا عم حاول ركز على الاشخاص القليلين المروه مثلي اللي ما بيروحوا النادي دائما ما عندهم وقت بالبيت مثلا، في بينصحوا اخصائيين انه
ثلث ساعة كافية عن مثلا أو بتعطيك الفائدة عن نص ساعة مشي. طبعا هي ثلث ساعة مثلا بيكون فيها تمارين مركزة، أنا مثلا بدي ركز على منطقة الأوراك أو حتى الخصر طبعاً. إنه مثلا ثلاث مجموعات 15 عدة، هذا الشيء بيعطي نتائج مثله مثل طبعاً. النادي هلا بيعطي نتائج. هلا يعني هي شو بيفرق البيت عن الجيم؟ بيفرق إنه هناك في عندك أدوات مقاومة ممكن أنت تستخدميها إنه غير وقت الحرق. هلا أنت لعبتي بالبيت ساعة مثلا أو ثلاثة أرباع الساعة، بس طبعا أول شيء بتبلش بالإحماء لأنه هو كتير مهم لحتى تبلش جسمك يشتغل صح وتشتغلي على عضلاتك صح. وما بصير كل يوم حتى لو أنك بالبيت أنك أنت تلعبي نفس الحركات، لأنه بس تعود جسمك على الحركات هي المعينة ما بقى بيستجيب أبدا. بدك تكوني أنت لحالك حاطة نظام حتى لو أنك بالبيت، أنا اليوم لعبت مثلا إيدين بكرة بلعب رجلين، بعده بلعب مديل، بعده بلعب بخواصر. يعني ما بصير أنك تلعبي نفس التمرين كل يوم، مو غلط أبدا أنك تلعبي بالبيت بس العبي صح. تمام. طيب نسرين بيقولوا دائما انه المشي هو اهم الرياضات، ودائما بنشوف ناس بالطرقات والحدائق يعني عم تمشي. اليوم المشي هو كفيل ان كان بشد الجسم، بتنزيل الوزن، بتنشيط الدوره الدمويه؟ هلا هو تنشيط الدوره الدمويه اكيد، بس وحتى تنزيل الوزن شيء بسيط بس ليه؟ مع انه كثير بيقولوا المشي هو اساسي بتنزيل الوزن، لهيك بنشوف سيدات كثير بالطرقات. هلا هلا عندي هيك كفكره، بس هو اذا بدك تجي للمضبوط تنزيل الوزن المشي لحاله ما هو كافي ابدا. وانت بدك تشدي جسم، طب ماشي مشيتي ساعه ساعتين وين الشد بالموضوع؟ انت شديتي ممكن بس عضلات رجليك، طب ايديك المترهله كيف بدك تشديها بالمشي؟ من المعده كيف بدك تشديها بالمشي؟ اكيد بدها تمارين معينه لحتى انت تشدي الجسم فيها، يعني الايدين اكيد بالمشي ما رح بتشد. طيب السباحه ممكن تكون بديل للشد كامل؟ هلا السباحه حلوه كثير وبتحرق، فيها حرق عالي كثير، بس اكيد ما انا مثل يعني ما في، يعني كل رياضه لها شيء معين خاص فيها بيعطيكي فائدته. يعني هلا رياضه الايروبيك يعني معروف بكل العالم، اكثر السيدات بيجوا لها لتنزيل الوزن لانه هي اكثر رياضه فيها تمارين حرق. يعني عندك التاباتا، هي التاباتا بتضل فيها الحرق حتى لو انت قاعده بالبيت مع 40 ساعه. شرحينا عنا اكثر. هلا هي تمارين بس بتكون عاليه الشده، بتكون شد يعني الشده تبعها اعلى بكثير، بيكون فيها الحرق اكثر. سريعه، حد من ضربات القلب كثير بتتسارع. زومبا يعني قريبه على زومبا؟ لا لا ابدا، الزومبا هو رقص رياضي مختلف تماما عن التاباتا، هي حركات يعني كثير فيها الحرق عالي، فهي الحركات بضل فيها الحرق 48 ساعه، يعني ممتازه جدا لسيدي. ما كنا عم نحرق؟ لا اكيد ما بتاكلي. هلا هون في فكره كثير انت لازم تحطيها ببالك، انه رياضه واكل مستحيل يزبطوا. يعني بدك تلعب رياضه بدك تاكلي وتنظمي اكلك. حرمان يعني مفروض؟ لا لا ما هو حرمان ابدا، الرياضه ما السعرات الحراريه او نوعيه الاكل التركيز على طبعا لك هلا اكثر شيء لازم تكون عندك البروتينات موجوده، لازم يكون عندك الفيتامين سي موجود باكلك، خلي كله يكون طبيعي. انا ضد الادويه اللي بتنزل الوزن سريع. اي طبعا المكملات، حتى الهرمون والبروتين اللي بينشرب بالصيدليات كمان انا ضده، كله موجود بالغذاء وكله موجود بالاكل بس نظمي صح. كونه عم نحكي عن رياضات الصيف، كمان صرنا عم نشوف يعني نوادي او مسابح عم تعلم مو بس السباحه، بيكونوا عم يسووا حركات او عم يسووا رياضه طبيعيه. قصدك يمكن ايه بشوفهم مثلا عم يسووا حركات معينه ضمن المسبح، يعني بتلاقي مثل في هيك جيم صغير صار بقلب زومبا مائيه. هلا كله يعني هلا كله يعني كله مع بعضه، يعني ممكن مثلا انا اكون بشتغل هذا الشغل بس مو الكل عنده القدره انه يشتغلوا لهذا الشغل. يعني بس هلا السباحه، هلا في ناس كثير بتقول لك انا ما بحب المي، ما بقدر اني العب مثلا روح على السباحه، ما بعرف اسبح. لا في عالم بتعرف تسبح بس بتقول لك انا كثير بخاف من المي، طب انا كيف بدي انزل وزني وانا بخاف من المي؟ لهيك يعني هلا هي حلوه ورياضه صيفيه وبحتي يعني، والعالم كثير بتلجأ لها، بس بضل الايروبيك هو الافضل. يعني كتنزيل وزن الايروبيك هو الافضل. يعني اليوم نسرين مصر على الايروبيك انه لا سباحه ولا انا عشقي الايروبيك. بس الزومبا قديه الزومبا بتحرق كمان؟ يعني بتحرق بتجنن الزومبا بس كمان بدها ايروبيك بعدها كمان جسم. هلا دائما بيجي الايروبيك بعدين الزومبا لانه هو رقص رياضي، يعني الزومبا هي جزء من رياضه الايروبيك، يعني ما بتكمل الزومبا اذا ما لعبتي الايروبيك، لازم يعني هن الاثنين بيكملوا بعض. طيب خلينا ناخذ هيك نصائح لما بدنا نمارس نحن الايروبيك، شو لازم نسوي قبل التمرين بعد التمرين خلال الاسبوع؟ كيف ممكن كيف بتنظمي انت مثلا الجدول التدريب لمتدربينك؟ هلا هو يوميا اذا حبيتي تلعبي كل يوم ساعه كافيه
لانك انت تلعبي ممكن تلعبي يوم ايروبيك ممكن وثاني يوم تلعبي المقاومه لحتى تاخذي الشكل اللي انت بدك اياه، انت وصلتي للجسم اللي انت بدك اياه، ما عاد حابه تنحفي ومانك حابه بقى تنصحي، فانت بدك تثبتي طبعا بدك تثبتي بالمقاومه، فبتلعبي تمرين هيك تمرين هيك، ممكن تلعبي نص مقاومه ونص ايروبيك، هن كافيين بقلب النهار ساعه وحده فقط. وبالنسبه للاكل طبعا بدك تنظمي اكلك كثير تمام مع الرياضه، وبعد الجيم ساعتين لحتى تقدري ترجعي لاكلك طبيعي، ومو فورا بتاكلي شو ما كان، بتاكلي السلطات البروتين الكربوهيدرات هذول اللي لازم تاكلهم، والاول يفضل العشاء يعني منع تمام بعد الساعه 7 انه ما في اكل، لانه الغده الدرقيه ما بقى بتفرز بعد هذا الوقت، فلذلك الساعه بتبطل تفرز 7 سبعة أنا بفطر صباح سبعة المساء لا هي بعد الساعة 7 لهيك بيعملوا دائما أحيانا بالأنظمة الغذائية تبعت الريجيم أنه من الصيام العكسي، الصيام العكسي اللي هو بتصوم أنت 16 ساعة من المساء لتاني يوم الصبح، طبعا من الساعة 7 المساء لأنه هون بتبطل الغدة تفرز، فطبيعي أنك أنت أي شيء بتاكلي بعد هذا الوقت بيتجمع بجسمك ما بقى بيفضل. هلا احنا بسبب ضغط الشغل وبسبب طبيعه العمل احيانا بننسى حالنا انه احنا نفطر الصبح، اكيد هي قولا واحدا نحن عم ننسى، ممكن يعني بتروح وجبه الفطور الغداء ممكن تاخذي بسكوت هدول القصص صح. كمان ضربتي القصه، فالوجبه النظاميه عم تكون بعد الخمسه بعد السته، فما بنستفيد شيء، لهيك في شيء عم بقول في شيء غلط انا. اي لا طبعا هلا لا يعني معروف دائما انت لحتى يكون جسمك عم يشتغل صح بدك تنظمي وجباتك، عندك فطور غداء عشاء هدول لازم يكونوا موجودين ولو شيء بسيط، ولو انه مو هالاكل كثير بس لازم هدول الثلاث وجبات يكون موجود يكون في بيناتهم وقت ان شاء الله. هي الكلمه الاساسيه بكل شيء عم نحكي هي الاراده، يعني لما يكون انا عندي طبعاً. اراده رح في الصبح وجهز اكلاتي قبل ما انزل على الشغل، او حتى انا صر انه اليوم عندي نادي تلاقي اشخاص شو مكان بدي اروح على النادي صح. يعني ممكن يروحوا مشوار لا بس بدي اروح على النادي صح مظبوط. حلوين هدول النماذج من الناس هون؟ موجودين لا موجودين لا اكيد يعني اكيد في قسم كثير كبير من السيدات وفي ناس عندها كل الوقت وما بتجي كأنها عم تحكي علينا؟ لا بالعكس على سلامتك ان شاء الله اكيد نسرين بنتمنى لك التوفيق بشغلك وموفقه، شكرا كثير لحضورك معنا.